صباح الخير. صباح النور يا فندم. محمد ابو لطفي سامي الفندم. ازيك يا فندم؟ بعد 83 يوم يا فندم. هنحسبهم دلوقتي؟ اه يا فندم. مبارك لو خليناهم زودناهم شويه. تمام يا فندم، كلنا تحت امر الوطن. طيب اخبار الدراسه ايه؟ تمام يا فندم، الدراسه كل حاجه هنا تمام يا فندم. بنروح المحاضرات ونحضر محاضراتنا، كل حاجه تمام يا فندم. بتعمل دراسات ولا؟ اه يا فندم، معانا دبلوم التجاره الدوليه. التجاره الدوليه؟ اه يا فندم. هتشتغل فيها يعني مش كده ولا؟ اه بس لسه يا فندم ما بدأناش امتحانات. انا فاهم، انا هتبدا فيها. اه يا فندم. خلال السنتين دول. باذن الله. مش كده؟ تمام. دبلوم السنه دي دبلوم السنه الجايه في الماجستير. الماجستير. انت منين؟ من هنا يا فندم. من الناس بتوعنا، ناس طيبين. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. كل بزود مايك المجلس ادراك يا فندم. من مين يا فندم؟ بقى لي 3 شهور يا فندم. 3 شهور، 3 يوم يا فندم. 3 شهور لسه بقى لما نكمل ال 3 شهور. تمام يا فندم. اخباركم ايه؟ الحمد لله يا فندم. انت معاك ايه؟ بكالوريوس تجاره انجليزي يا فندم. تقدير كام؟ جيد جدا يا فندم. بتدرس حاجه تانية ولا؟ تمام يا فندم، قسم خاص. خاص. طيب مش عايز حاجه؟ شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. كان حلم حياتي يا فندم ان انا اقف قدام حضرتك يا فندم. بتحقق. حلم حياتك؟ حلم حياتي يا فندم. بجد مش شكرا. شكرا يا فندم. استاذ محمد جميل يا فندم. ايه يا استاذ؟ محافظه قلبيه يا فندم. تخصص ايه؟ انتاج حيواني يا فندم، بكالوريوس علوم زراعيه. انت هتحضر دبلومه ولا تخصص بس؟ لا يا فندم، بياخد برضه الكهرباء. بياخد دبلومه يا فندم. هنا دبلومه زي ما انتوا كويس يا فندم. متشكرين. وانت طيب يا فندم. انت منين؟ محافظه بني سويف يا فندم. طب معاك ايه؟ معايا لسان صحوه يا فندم. تقدير كام؟ تقدير جيد يا فندم. تقدير جيد ولا جيد جدا؟ تقدير جيد يا فندم. بتدرس ايه دلوقتي؟ دبلومه؟ دبلومه تجاره دوليه يا فندم. لسه بدات ولا بداتوش؟ بدانا يا فندم. كويس كويس. مش عايز حاجه؟ لا يا فندم، شكرا يا فندم. شكرا محمد. شكرا يا فندم. كما تفقد سيادته ميادين التدريب والاعداد البدني، وتابع سيادته الطلبة والطالبات اثناء ادائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع، والتي اظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا اليه بدنيا ومهاريا، وهي ميادين على اعلى مستوى تهدف لرفع الكفاءة والقوة البدنية وقوة التحمل للطلبة والطالبات.